موجة مفيدة. شوف البحر بالسمع. تدور الدلافين حول سرب الأسماك وتحشر فريستها في كرة، وتتناوب الدلافين بلا هوادة على الهجوم والتهام الأسماك المنعزلة. تصنع شبكة من الفقاعات لدفع السردين نحو السطح لشن هجوم جوي مفاجئ. يغلي البحر جراء ضرب الزعانف والأسماك. تصل طيور كايب في الوقت المناسب وتنضم إلى المعركة. وكصاروخ بطول متر واحد تنقض هذه الطيور نحو الماء بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، وتغطس حتى 20 مترا تقريبا. تساعد الأكياس الهوائية الموجودة في جماجمها على امتصاص الاصطدام. تحت الماء تتيح لها أجنحتها وأقدامها ذات الأوتار مطاردة الأسماك الهاربة. يمكنها البقاء تحت الماء نحو دقيقة. تحاصر الدلافين الأسماك على السطح بينما يستمر الهجوم من جميع الجهات. بعد ساعات من الهجوم الضاري تختفي كرة الأسماك، وفي حين تستمر الدلافين بمطاردة أسراب السمك تعود طيور كايب إلى مواقعها لإطعام فراخها. موجة مفيدة. شوف البحر بالسمع.